زاد الحد وطفح الكيل وتحكم فينا الغشاش، كل يوم بنسمع مواويل ومصيبة بطلها الهباش. مشكلة ماشي بثوب الدين وبتعلموا منه الشياطين، ولما بدعي بحكي أمين كل سرسري لاهط بكاش. كل التحية وكل الاحترام وكل التقدير لهم من كان وأخذ مكانهم من شهداء 2014 الذي أرسلهم الهباش. اعترضت على هذا الموضوع، وبالمناسبة أرسل لي كشف لم يكن موقع عليه السيد الرئيس ولا يعلم به السيد الرئيس، وعندما رفضت إدخال هؤلاء دخل على السيد الرئيس ووقع السيد الرئيس. يعني بتقصد الهباش فارض سيطرته على عباس، ولا بتقصد العباس فاقد سيطرته على هباش؟ مش رح تفرق هاي وهاي، راح مسخم لسخم جاي شلة حرامية يا باي على قوت الناس بتعتاش. أنا لا أخضع إلى مزاجات من قبل مستشار الرئيس، وأن يدخل من يريد من جيران وأقارب ونسائب هذا كله مخجل كان، وكان هذا السبب بأنني عندما اعترضت تم تحويلي للتقاعد. يا حرامي مكرمة الحج، تسرق حق الناس البسطة من أفعالك شعبي ضج، وبير فسادك ما في لغطة. يلي ابنك جاب الخمسين وثاني يوم اجت تعيين، داير على قوت المساكين ترى في ربه ما بنساش. شفتوا الاشكال اللي بتحكم في الضفة وفي إلها سنين؟ من يا ضفة رايح يلجم هالفاسد احكولي مين؟ سلطة قامت تحمي الفاسد وبتسرق على عين الشاهد، ولما بحكي بحكوا حاقد، انا حاقد على كل غشاش. يا شعب الضفة ما تنساش. ونعتذر ايضا لما حصل، ولكن ما حصل هو كان نية بخلق مشكلة، لانه لا يجوز بان يرسل كشف باليوم الذي نريد ان نرسل هذه الجوازات من اجل التفييز. كنا لا يمكن ان نستفز هؤلاء الناس وان نجمع جوازات وبعد ذلك نعيدها، لأننا نشعر بشعور الناس. اللي معاهم بيرفعوا قدره، واللي بفكر ويل ويل، ولما بوجودي بين غدره للهباش جرفوا السيل. هذه السلطة سلطة مال، ملها صاحب على أي حال، واللي ما شافش من الغربال عيونه مليان غباش. يا الضفة شيل الهباش. تحياتي، لو مقتنعين بفساد الهباش وباللي اجا في هاي الحلقة، لا تحرموا شعبنا الكومنت واللايك والشير حتى نوصل صوتنا والحكي بالفلسطيني لكل أبناء شعبنا في الداخل وفي الخارج وفي كل مكان. خاطركم.